بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنستكمل بقية كورسنا الخاص بالكلين كود، وهنتكلم النهارده عن شوية ملاحظات وبرنسبلز عشان نكتب كلين كود خاص بالفانكشنز. طبعا مستفرين من كتاب كلين كود اند بوك اوف اجايل سوفت وير كرافتسمانشيب لروبرت مارتن، والنهارده هنتكلم عن شوية ملاحظات نتكلم فيها عن ازاي نكتب كلين كود خاص بالفانكشن. اول برنسبلز هنتكلم عليه ان احنا لازم نخلي الفانكشن بتاعتنا keep simple small function with meaningful names. بيقول لي اكتب فانكشن بسيطة صغيرة ذات معنى، او اسم الفانكشن ذو معنى يوضح وظيفة الفانكشن دي ايه. مجرد ما انت من اسم الفانكشن تعرف هي بتعمل ايه. The first rule of function is that they should be small. The second rule of function is that they should be smaller than that. لازم الفانكشن تكون صغيرة. تاني رول لازم الفانكشن تكون أصغر، حتى لو أنت قدرت تصغر الفانكشن حاول تصغرها أكتر. Remember that your code must be clean enough to be easily readable without spending too much time trying to guess what a function does. لازم الفانكشن احنا الهدف بتاعنا نخلي الفانكشن بتاعنا clean، لان الهدف الاولاني هو يكون readable عشان اللي يجي كمان بعدين يقدر يعرف بس من مجرد بضع سطور ان الفانكشن دي بتعمل ايه. Smaller functions are easier to read and understand. Long method. A method contains too many lines of code. Generally, any method longer than 10 lines should make you start asking questions. To reduce the length of a method body, use extract method. لازم الفانكشن بتاعتنا تكون عدد السطور فيها أقل من 10. أكتر مش شرط، طبعا ممكن يبقى 15 20، بس يعني مش هنقدر نحط ليميت معين لل 10. هو بيدينا اقتراح إن هو لو بخبرته لو هي أكتر من 10 تبدأ تفكر إن الفانكشن بتاعتك دي فيها مشكلة وتحاول تحلها. طب هتحلها ازاي؟ بتحاول تعمل حاجة اسمها extract methods منها، زي ما هنشوف بالإكزامبل على النيد بينز ازاي هنعمل extract methods. بس احنا هناخد دلوقتي اللي هي فكرة، انت هتشوف الفانكشن بتاعتك تقسم الكود اللي فيها، اذا بتستخدم تستخرج منها فانكشن تانية فانت كده بتعمل extract method وبتخلي الفانكشن بتاعتك smaller اكتر. تالت نصيحة بيقولها لنا، لازم الفانكشن بتاعتك do one thing. Function should do one thing. Function should do it well. Function should do it only. Your function should do only one thing. If you follow this rule, it guaranteed that they will be small. الفانكشن بتاعتنا لازم تعمل حاجة واحدة وتعملها كويس وتعملها وما تعملش حاجة غيرها. زي ما هناخد في المستقبل open closed principles، ان الكلاس open for expansion but the function closed for changes. ان الفانكشن بتاعتنا لازم ما نقدرش نعمل، بعد ما تكتبها مش مسموح ليك تعمل فيها تغيير. عاوز تضيف فيتشرز جديده يبقى تضيف فانكشن جديده على الكلاس بتاعك. The only thing that the function does should be stated in its name. الحاجه الوحيده اللي الفانكشن لازم تعملها هي اللي موجوده في اسمها او مكتوبه في اسمها. Sometimes it's hard to look at the function and see if it's doing multiple things only. يقول لك هو فعلا من الصعوبه لو انت قريت function ممكن تبقى من الصعوبه تعرف هي بتعمل اكتر من حاجه ولا بتعمل حاجه واحده. في تريك عشان تقدر تتشيك الفانكشن بتعمل حاجه واحده ولا اكتر من حاجه. One good way to check is to try the extract another function with a different name. اللي انت عشان تتاكد ان الفانكشن دي بتعمل اكتر من حاجه، لو انت قدرت تستخرج من الفانكشن دي فانكشن تانية باسم مختلف، يعني شفت مجموعة من اللاينز وقدرت تحطهم في فانكشن تانية بمسمى مختلف، يبقى الفانكشن دي إذا بتعمل أكتر من حاجة. If you can find it, that mean it should be a different function. لازم تفصلها فانكشن لوحدها. طب تعالوا نشوف مثال أفضل. عندي فانكشن اسمها طبعا هنشوف الكلام ده على النيت بينز، بس النهاردة بس دلوقتي هنتكلم على السلايدز وبعدين ننتقل لمثال عملي على النيت بينز. دي فانكشن اسمها public static void add data to file. بتاخد string باس وبتاخد person. يعني اكيد في كلاس اسمه person وهي بتاخد object منه وبتاخد باس للفايل. انا كده فهمت من اسمها ان هي فانكشن بتاد داتا للفايل. الداتا دي غالبا داتا خاصة بالبيرسون وهيدينا الباس اللي هنكتب فيه. الفانكشن بتكون من ايه؟ اول حاجه بيعرف variable اسمه read data، التايب بتاعه input stream، وبعدين بيعرف object input stream، وبعدين بيعرف array list اسمه people. طبعا array list طبعا هيتقطع من person،
والدا بيقرا الداتا اللي عنده في الفايل بيحطها في الاري ليست ده. يبقى انا بدأت فهمت من ثلاث سطور دي ان انا عندي فايل متسيف فيه اوبجكت وهو باينري فايل متسيف فيه مجموعه من الاوبجكت من التايب بيرسون التايب بتاع الاري ليست، هيقرا الداتا دي من الفايل ويحطها في الاري ليست اللي اسمه بيبول. يبقى عنده بيرسون 1 بيرسون 2 بيرسون 3، وبعدين هيبدا يقفل الكلوز بتاع الستريم، وبعدين خلاص بقى عندي اري ليست اسمه بيبول، هضيف عليه مين؟ الشخص الجديد اللي اسمه بيبول اللي اسمه اللي هو بيرسون. يبقى كان عندي في الفايل 3 بيرسون، هضيف عليها بيرسون جديد بقى عندي 4. محتاج اعمل بعد ما ضفت البيرسون الجديد او الاوبجكت الجديد للاري ليست بتاعي محتاج اعمل ايه؟ ابدا اكتبه تاني في الفايل بتاعي، فيبدا يعرف اوت ستريم اوبجكت، وبعدين اللي هو رايت داتا، بعدين يعرف اوبجكت اوت ستريم، وبعدين يرايت الداتا بتاعتي اللي هي اسمها الاري ليست، الاري ليست اللي اسمه بيبول، يرايته في الفايل، وبعدين يعمل فلاش كلوز للفايل، وبعدين يروح عامل ايه؟ يبرنت الايه الداتا كلها اللي هي موجوده فين في الاري ليست. فاحنا نلاحظ ان يبقى ده الجزء الاولاني، هنلاحظ ان الجزء الخاص ده خاص ان هو يريد الاوبجكت اللي الفايل ويحطها في الاري ليست، وبعدين عندي جزء خاص اللي هو يضيف البيرسون للاري ليست، وبعدين عندي جزء خاص يرايت الداتا بتاعتي للفايل، وبعدين عندي جزء خاص اللي هو ايه يبرنت الكلام ده على السكرين. يبقى ديت نشوف ان الفانكشن دي كده بتعمل اربع حاجات. الاول الهدف بتاعنا هي لونج ليست، هحاول اخليها سمولر، وبعد ما اخليها سمولر اشوف هل هي احاول اخليها تعمل وان ثينج. تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه، هنكستراكت الميثودز دي الاجزاء دي لي في فانكشنز ثانيه. فاول حاجه هعمل فانكشن اللي هي برنت بيرسون داتا فايل دي عشان ابرنت فيها الاري ليست اسمه بيبول، بعدين هعمل فانكشن خاصه بالرايت، هاخد الجزء الخاص اللي برايت الداتا بتاعتي في الفايل، هتاخد طبعا فانكشن تاخد سترينج باس واري ليست بيبول، طبعا انا محتاج ارايت الاري ليست اسمه بيبول ده في الفايل، والجزء الخاص اللي كان بيريد الداتا من الفايل هعمل له فانكشن لوحديها. فالفانكشن بتاعتي هو هيريد داتا فروم الفايل، وبعدين محتاج يرجع لي اري ليست، فهيقرا الداتا من الفايل وبعدين يحط لي الداتا اللي اقراها يحطها في الاري ليست اسمه بيبول، وبعدين يرجع لي ايه الاري ليست اسمه بيبول. بقى الفانكشن بتاعتي بص بقت عامله ازاي، بقت بدل ما هي حوالي 13 او 14 لاين بقت اربع سطور بس. السطر الاولاني بعرف اري ليست بيبول، وبنده على الفانكشن اسمها ريد داتا فروم فايل، ببعت له الباص فهيرجع لي اري ليست اوف بيبول، بعدين اضيف البيرسون للاري ليست اسمها بيبول، وبعدين رايت الداتا تو فايل، وبعدين ابرنت الداتا دي على الايه على السكرين. كده انا حولت حليت المشكله الاولى اللي هي كانت لونج ميثود خليتها سمولر وريدابل اكتر. دلوقتي هنلاحظ ان احنا زي ما اتفقنا ان الفانكشن بتاعتنا لازم دو وانس هينج، هل الفانكشن بتاعتي دي بتعمل حاجه واحده؟ هنلاحظ انها بتعمل اربع حاجات. اول حاجه بتقرا داتا من الفايل، تاني حاجه بتضيف داتا للاري ليست، تالت حاجة بترايت داتا للفايل، ودي الحاجة الوحيدة اللي ليها علاقة باسم الفايل، الفانكشن قصدي بتاعتي، الفانكشن بتاعتي بتقول أو الميثودز بتاعتي تقول لي اد داتا تو فايل، فدي رايت داتا تو فايل، فدي ليها علاقة بالمسمى. آخر حاجة برنت، أنا الفانكشن بتاعتي بترايت داتا مش بتعمل برنت على السكرين، فكده الفانكشن بتاعتي مش بتعمل حاجة واحدة، فلازم أحولها نخليها تعمل حاجة واحدة. هنشوف إزاي إحنا نفصل الفانكشن نفصل الأجزاء دي لأجزاء لميثودز لوحديها. فهنعمل فانكشن اسمها اد داتا تو ليست، بتاخد البيرسون وبتاخد الري ليست اوف بيبول، هتبقى وظيفه الفانكشن دي اللي هتضيف البيرسون ده للري ليست اسمه بيبول ويريتيرن الري ليست اللي اسمها بيبول. تاني حاجه بقت الفانكشن بتاعتي بقت عامله ازاي، وطبعا هشيل الجزء الخاص بالبرنت هشيله بره الفانكشن، والجزء الخاص بقت الفانكشن بتاعتي اللي هي اد داتا تو فايل بتاخد بص بقى بتاخد ايه سترينج باس واري ليست بيبول. الاول كان بتاخد ايه، تعال نشوف هناك بتاخد سترينج باس وبتاخد بيرسون بيرسون، انا عشان الفانكشن بتاعتي بقت هي فقط بتكتب داتا للفايل فهتاخد الاري ليست اللي اسمه بيبول وتكتبه فين في الفايل. بقت الفانكشن بتاعتي بتعمل حاجه واحده بس رايت داتا تو فايل. طب بقيت الحاجات الثانيه دي هنده عليها في المين. خلي بالكم الشغل كله اللي احنا عاملين نتكلم عنه اللي هو كلين كود احنا وظيفتنا دايما بص له من ناحيه امبلمنتيشن ليفل ويوزر ليفل. المين فانكشن هي اليوزر ليفل بتاعك، والامبلمنتيشن ليفل هو الكود اللي انت بتكتبه. فانت عاوز تعمل تخلي الامبلمنتيشن اليوزر بعيد عن الديتيلز بتاعه الامبلمنتيشن، تخلي اليوزر حتى لو طلب تغييرات ما تبقاش انت محتاج تغير كود كتير في الامبلمنتيشن.
الامبلمنتيشن كود بتاعك. فبص لها من المنظور ده، بص لها من منظور امبلمنتيشن ليفل ويوزر ليفل، هيبقى الكونسبت واضح عندك اكتر. فهنا في المين بتاعي هروح هعرف بيرسون، وهاخد الباص بتاع الفايل، وهعرف اري ليست بيبل، وهند هنا بقى على مين بقى الفانكشن اسمها ريد داتا فروم فايل، وبعدين اد الداتا اد بيرسون اسمه بي 3 للاري ليست اسمها بيبل، وبعدين اند على الفانكشن الاساسيه بتاعت اللي هي كانت اد داتا تو فايل، وبعدين عشان ابدا بقى ابرنت الداتا هنده تاني بعد ما عملت ابديت للفايل وحطيت فيه البيرسون، هبدا اقرا الداتا دي تاني من الفايل، وبعدين عشان ابرنت الداتا هنده على الفانكشن اسمها برنت بيرسون داتا فايل، وابعت لها الاري ليست اللي اسمها افتر اد بيبل اللي هي فيها الداتا الجديده اللي هي لسه قاريها من الفايل. طبعا تعالوا نشوف الكلام ده، برده حسيت ان انت تهت وحسيت ان الموضوع برده مش واضح، تعال نشوف المثال ده افضل على النيد بينز. هنا تعالوا نشوف المثال اللي احنا الخاص باللونج ليست اللي اسمها اد تو فايل. هنا دي زي ما شفنا عندي بتاخد بيرسون كلاس، انا عندي هنا بيرسون كلاس بي في عباره عن فيرست نيم ولاست نيم وشويه ممبرز والجيت والسيترز بتاعته، وفانكشن اسمها تو سترينج عشان تحول لي الاوبجكت بتاعي الفيلدز الممبر بتاعت الفيلد تطبعها لي كلها مره واحده، بتعمل اوفر رايت للفانكشن تو سترينج اللي موجوده اصلا في كلاس اوبجكت. تعال نشوف بقى، احنا قلنا ايه المشكله في الميثودز دي، ان اول حاجه طويله، قلنا هنحل المشكله دي ازاي، اللي احنا نكستراكت ميثودز منها. طب نكستراكت ميثودز منها ازاي؟ تعالوا قلنا الجزء ده اللي خاص اللي هو بتريد اوبجكت، بتريد الداتا من الفايل وتحطها في الفاليو في الفاريبل اللي اسمه اري ليست بيبل. فهنا هنلاقي فالحل بسيط جدا، هنروح عاملين سيلكت للجزء اللي احنا عاوزين نعمله اكستراكشن، الجزء الخاص بالريدنج داتا فروم فايل، ونيجي هنا من التول بتاعتنا ريفاكتور وانتروديوس ميثودز، واسمي الميثود بتاعتي مثلا ريد داتا فروم فايل، وبراحتك هنخليها برايفت، هنخليها برايفت عشان تبقى جوه الكلاس بس. فهنلاقي عمل لي ايه؟ هنلاقي يقول لي اري ليست بيبل، وراح عمل لي ايه؟ ريد داتا فروم فايل وبتاخد الاوبجكت باص. تعالوا ننزل الفانكشن تحت هنلاقي ايه، خد الجزء اللي احنا كنا بنعمله فوق وكتبه تحت وريتن الاري ليست اللي اسمه ايه بيبل، او كنت ممكن انت تكتبها بايديك افضل عادي، في كلتا الحالتين الموضوع صح. بعدين قلنا هنشيل الجزء الخاص بايه بالرايت الداتا، واروح عامل ايه برضه نفس القصه ريفاكتور للداتا بتاعتي، واقول له ريفاكتور للميثودز واسميها رايت داتا تو فايل، واللي هي هيرايت الداتا بتاعتي اللي هي مين، هياخد الباص ويرايت البيبل داتا. وبعدين اخر جزء كنا قلنا ان هو الجزء الخاص بالبرينتنج نفس القصه، نقول له ريفاكتور ونقول له ميثودز برنت بيبل داتا. تمام، فدي كده خلاص بقت الفانكشن بتاعتنا متكونه من اربع فور لاينز بس. دي المين بتاعتي، دي بعرف بيرسون جديد بي وبديله الباص بتاع الفايل، وبقاد البيرسون ده على الداتا الموجوده في الفايل. فتعالوا نعمل رن كده ونشوف، اقول له رن الفايل، هنلاقيه طبع لي ايه تحت يا شباب، طبع لي الداتا كلها الموجوده في الفايل، وضاف لي عليهم مين كمان، الشخص اللي انا لسه ايه ابراهيم وهشام 1990. فالكود بتاع ده يبقى هو قرا الداتا القديمه واضاف الداتا الايه الجديده. تعالوا نجرب نضيف حاجه تانية، نضيف مثلا كريم، شوف هيران، تمام ضاف لي قرا الداتا القديمه واضاف عليها مين كريم. دلوقتي احنا كده حلينا مشكله ان الفانكشن بتاعتي بقت سمول. في بقى مشكله تاني، الفانكشن بتاعتي كده بتعمل ايه مظبوط، بت ايه فيوليت one single rule،
اللي هي لازم تعمل one thing to do، لازم تعمل ايه، حاجة واحدة كده، هي بتعمل أربع حاجات، فلازم أفصل الكلام ده. فخلاص لازم أشيل قصة برنت دي، مينفعش الفانكشن دي تعملها، دي هنشيلها. وكمان هنا هتبقى نعمل فانكشن جديدة نسميها ايه مثلا، اللي هي add people to list. يعني نعمل هنا public static void، هنا هترجع بقى array list، فنقول له array array list نسميها add person to list، وبالتالي هتاخد ايه الفانكشن دي، الاول هتتم وترتيرن البيبل، فبالتالي احنا مش المفروض احنا نبعت لها البيبل، فهي كده سوري هتاخد كده array list و people. و هنا ده البارامتر الاولاني، البارامتر التاني هي بتضيف بيرسون، فهتاخد ايه يبقى نقول له هنا بيرسون فروم بيرسون، وطبعا هي كده مش من وظيفتها، طبعا هي مش وظيفتها لا تريد داتا من وظيفتها، بس ليه هنشيل السطر ده، لان هي وظيفتها بس بيرسون تو ليست، مش وظيفتها اللي هي تريد داتا من الايه من الليست، ده في اليوزر ليفل هو اللي يندع على الكلام ده. طيب كده خلصنا فانكشن دي، هنا نرجع بقى الفانكشن الاساسيه بتاعتنا، هي هنا بيبل خلاص بقى بيبل مش موجوده، هي وظيفتها اللي هي ايه تقاد البيبل للفايل، فبالتالي بدل ما هي تاخد بيرسون هتاخد ايه، تمام هتاخد array list من type people، وبقى ده شكل الفانكشن بتاعنا. بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل حاجة واحدة، بترايت داتا تو ايه، تو فايل، ويبقى عندي فانكشن تانية بتاد البيرسون للليست، وعندي فانكشن لبرنت البيبل داتا، وعندي فانكشن بترايت الداتا للفايل، وفانكشن بتريد الداتا فروم الايه الفايل. نرجع بقى ننتهي الكلام ده كله في المين، فتعالى هنضيف فاريبل جديد مثلا نقول حسن، وهنا بقى مش هنبدأ، أول حاجة هنعملها إيه؟ اللي إحنا عاوزين نضيف دلوقتي حسن ده أو البيرسون ده نضيفه للداتا، فنعرف الأول حاجة array list people، ونندع على الفانكشن اسمها إيه؟ read data from file، ونبعت له الباص. كده أنا قريت الإيه؟ أول حاجة، بعدين أعمل add للإيه؟ للبيرسون ده، فأنده على الفانكشن اسمها add add person to list، هتاخد مين؟ people والبيرسون اللي هو بي 3. طيب بعد ما تضيفه هتضيفه المفروض بترجع لي ليست، فالمفروض اعرف ليست جديده اللي هي اعرف ليست جديده اللي هي فيها ايه بقى الداتا الجديده، اقول له هنا array list people، هنقول after مثلا نسميه after person added، وبعدين محتاج اعمل ايه، ارايت الداتا دي فين، في الفايل الداتا الجديده، وبعدين عاوز ابرنت الكلام ده، فاقول له برنت، الاول انا ابرنت الكلام ده، اقول له برنت، بس انا هطبع مين بقى افتر بيقول ايه، تعالوا نعمل ران. ضاف لي فعلا حسن هشام، خلي بالك ده انا كده ببرنت اللي هو ايه، ببرنت اللي هو من الاري ليست على طول، انا عاوز اتاكد اللي هو اتكتب في الفايل، اتاكد ازاي؟ دي بقى الميزه، هروح اعمل ايه تاني، ممكن ده بدل ما اقول له اد بيرسون خلاص انا ضفت البيرسون، عاوز اتاكد بقى اللي هو جايبه منين، جايبه من الفايل، اروح نادي على الفانكشن دي، يبقى ممكن خلاص انا دلوقتي خلصت الجزء اللي انا عاوز اعمله، انا عاوز اتاكد بس من حاجه واحده اللي هو الداتا سيفت في فايل، اقراها ازاي، اروح مثلا واخد ده كده سوري
ومعرفه هنا كده وانده على بيبول واشوف فعلا هيطبع لي نفس الكونتنت ده ولا لا، ولو رن للفايل مظبوط طبعا لي حسان وايه وشي. فانا بقى اصبحت الفانكشن بتاعتي اللي هي اسمها add data to file عبارة عن ايه، سطر واحد، وقسمت الكود بتاعي لكذا فانكشن، وبالتالي بقى الفانكشن بتاعتي اصغر وسمولر واسهل في المنتربل والريدابل والدوكومنتد. فكده انا طبقت كذا حاجه، طبقت اول حاجه خليت الفانكشن بتاعتي سمولر وريدابل وبتعمل حاجه واحده بس، واللي حاجه واحده كل فانكشن من دول هنلاحظ هي بتعمل حاجه واحده بس، دي بترايت داتا وهنا وان ليفل اوف ابستراكشن، وهنا بتاد بس بيرسون للاري ليست اوف بيبول، وهنا ببرنت بس الداتا، وهنا بترايت الفايل الداتا للفايل بتاعنا، وهنا بتريد الداتا فروم الايه الفايل. ده كان المثال الخاص باللونج ميثودز. هنتكلم هنا عن برينسيبل تاني ليه خاص كلين، عشان نكتب كلين كود فانكشن او كلين فانكشن اسمه one level of abstraction per function also called single level of abstraction principle أو SLAP. A method is a form of abstraction in order to make sure our functions are doing one thing. We need to make sure that the statements within our function are all at the same level of abstraction. Mixing level of abstraction with a function is always confusing. Reader may not be able to tell whether a particular expression is an essential concept. ايه يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي اللي انت لازم الفانكشن بتاعتك تكون one level of abstraction. يعني ايه one level of abstraction؟ انت عندك many lines of code، لو انت extract كل مجموعة من اللاينز وحطيتها في methods وندهت على methods دي، فكده انت عملت abstract للجزء ده، فالmethods نفسها هي abstract، يعني abstract level او فورم اوف ابستراكشن. يعني فورم اوف ابستراكشن يعني الديتيلز بتاع الامبلمنتيشن ده انا مش شايفه، انا شايف انا بقرا بس اسم الفانكشن، فبالتالي بفهم المناط بيها، مش محتاج ابص في الديتيلز. يعني ايه ميكسنج ليفل اوف ابستراكشن؟ لو انا عندي بنده كولينج للفانكشن وبعدين بعمل بعديها فور لوب وبعمل بيها فيها ديتيلز وهكذا وهكذا، فبقى عندي بعمل كولينج فانكشن ده كده هاي ليفل اوف ابستراكشن، وبعدين بعديها في ديتيلز في نفس الفانكشن، فكده انا بعمل ميكسنج فالموضوع بيبقى صعب. تعال نشوف مثال. مثلا دي فانكشن اسمها برنت نمبرز 1 تو 35، الفانكشن دي بتطبع من 1 ل 35. كده انا نازل بقرا فلقيت اول سطر برنت نمبر 1 تو 10، ففهمت هنا ان في ان الفانكشن دي وظيفتها اللي جواها لا تطبع من 1 ل 10. بعدين نزلت فتعتبر هاي ليفل اوف ابستراكشن، يعني خلاص ابستراكت الكود، انا فاهم اللي بيهايند الكود ده في بتعمل كذا كذا، فمش محتاج اعرف ديتيل، انا عرفت بس من الاسم الفانكشن دي بتعمل الجزء ده بيعمل ايه. لما نزلت بقى تحت لقيت دخلت بقى فور لوب وسطور كتير، دخلت في ديتيلز انا مش، فانت كنت ماشي في هاي ليفل ابستراكشن خلاص انا فاهم ايه الدنيا، فجأة نزلت في ديتيلز فحصل ميكس فالموضوع بقى صعب. فهنا الديتيل، فهنا بيقول لك the detail of printing the number 1 to 10 have been hidden away behind a method name print number 1 to 10. We should be able to get a good understanding of what a method does from its name alone. So if this method does what its name says, then that's all we need to know to continue reading through print number 1 to 35 method. هنا بيقول لي we should be able to get a good understanding of what a method does from its name alone. يعني لازم نفهم احنا مجرد الابستراكشن، او تقول ان الفانكشن دي هاي ليفل اوف ابستراكشن، اللي انت مجرد بس ما تقرا اسمها تفهم المطلوب اللي هي بتعمله ايه. هنا بقى بيقول لك لو المصدر الميثودز بتعمل اسمها او ستيتد ان اتس نيم، بالتالي هقدر افهم الفانكشن الاساسيه بتعمل ايه بدون ما اخش في ديتيلز وفي تفاصيل اكتر. هنا after we get past the invocation of print number of 1 to 10 we start to leave into some very detailed step of how the number 11 to 35 are printed. هنا بيقول لك زي ما احنا كنا ماشيين قرينا اول function بتقرا print number 1 to 10 ففهمت اللي بتطبع من 1 ل 10، اول ما نزلت لقيت بقى for loop و details حوالي 27 lines
مبقتش فاهم الفانكشن بتعمل ايه، وحسيت اللي انت توه. فده بنسميه ميكسد اوف ابستراكشن، او فدي المشكله هنا ايه. This is where the brain has to do extra work by jumping between the two level of abstraction. انت هتحتاج تبذل مجهود اضافي، انت انتقلت من high level of abstraction to low level of abstraction، فهتبقى الميكس ده هيعمل لك مشكله. طب الحل اللي انت تحاول تقسم الفانكشن بتاعتك لميثودز تانية وتمدح على الميثودز دي، بحيث يبقى الفانكشن كلها عبارة عن كولينج اوف ميثودز على قد، طبعا على قدر المستطاع تحاول تعمل كده، بحيث يبقى انت كل الفانكشن بتاعتك يا اما كلها لو ليفل اوف ابستراكشن، وده حاجة مش كويسة، لان ده هتبقى الميثود بتاعتك لونج، هتبقى صعوبة هتبقى ريدابل. فالحل اللي احنا قلنا نخليها كلها دي وان ليفل اوف ابستراكشن، يفضل ان كلهم يبقوا هاي ليفل اوف ابستراكشن، بحيث تبقى ريدابل والفانكشن بتاعتك سمول. هنا كده نلاقي ان الميثود كلها بقت في one level of abstraction، ان هو قسمها function تعمل 1 to 10 11 to 20 و print 21 وبعدين 21 to 35. طبعا هو مثال توضيح، يعني مثال بسيط، بس الفكره اللي انا عاوز اوضحها لك من المثال ده فكره الابستراكشن، واللي احنا يعني ايه one level of abstraction. كده هنا كلهم one level of abstraction، ان هم كلهم بعمل بس just calling the function، والفانكشن هاز meaningful names، من اسمها اقدر افهم كل جزء من الفانكشن بيعمل ايه من غير ما ابص في الديتيل، او يبقى في ميكسد بين هاي ليفل اوف ابستراكشن ولو ليفل اوف ابستراكشن، فيبقى في صعوبه في فهم الكود. برضو من الملاحظات عشان نكتب clean function، the fewer function argument the better. Function arguments are troublesome and make it harder to understand the function. It's best to build zero argument function than one argument and two argument function. بيقول لك ان الفانكشن كتير الارجيومنت سوري ان الارجيومنت كتير في الفانكشن دي مشكله. يفضل ان انت تعمل فانكشن زود ارجيومنت او 1 ارجيومنت او 2 ارجيومنت بالكتير قوي، يفضل ما تزيدش عن 3 ارجيومنت في الفانكشن بتاعتك. بيقول لك طبعا تو تراي تو افويد فانكشن وذ 3 ارجيومنت ان فانكشن وذ مالتيبل ارجيومنت 3 بلس شود نوت بي يوز ات اول، يعني يفضل ما تستخدمش تماما في اي فانكشن ليها اكتر من 3 ارجيومنت. فور اكزامبل write text function اسمها write text، بتاخد text function is way easier to understand than write text output stream text. فانت لو بتكتب function write text وبتاخد value اسمه text، خلاص انا هبقى فاهم ان هي function تاخد text وتعمل write، لكن ما تاخد بقى function بقول عليها تاخد كمان value اسمه output stream، بس هيبقى الموضوع اصعب. يعني هل تقراها write text output stream text ولا write text على طول؟ فبيقول لك الاوت ستريم ممكن تخليه member في الكلاس، يعني تعمل كلاس اللي هو خاص بالرايتنج في الفايل، ويبقى في ممبر اسمه اوت ستريم وفاريبل تاني اسمه انبوت ستريم، وتنده على الممبرز ده اسهل بدل ما تخليه ارجيومنت في الميثودز بتاعتك. برضو من منظور تاني ارجيومنت ار ايفن هاردر تو فروم تيستينج بوينت اوف فيو، بيقول لك ان برضو كثره الارجيومنت في الفانكشن البارامترز بتاعتك في الفانكشن بتاعتك او الميثودز بتاعتك دي مشكله من ناحيه التيستينج. لما تيجي تعمل تيستينج فانت بتحط احتمال، مثلا لو كان بتاخد تو بارامتر فانت بتحط بقى ايه، لو التو بارامتر دول بتحط الاحتمالات، طبعا بتحط الاحتمالات لو دخلهم صح، الاحتمالات الغلط الغلط لو دخلهم غلط، تخيل بقى لو هما كانوا ثلاثه هيبقى عندك كام احتمال، الاحتمالات الصح والاحتمالات الغلط، ولو عندك اربعه وخمسه وسته هتبدا تعمل الاحتمالات لكل فاريبل. خلي بالك وانت بتعمل تيستنج، فتخيل بقى لو انت عندك ثلاثه واربعه وخمسه هتعمل احتمالات قد ايه، فالموضوع هيبقى صعب جدا. فيجي التستر يقول لك لو سمحت الفانكشن دي مش كلين، لو سمحت اعملها ريفاكتور وقلل الارجيومنت على قد ما تقدر. برضه افرض انا عندي ارجيومنت كتير في الفانكشن، هل في حل نقدر اقللهم؟ هقللهم ازاي؟ انت عم تقول اقلل اقلل اقلل، طب ممكن اقللهم ازاي؟ ابسط مثال ان انت تحاول تلم كل الفاريبل في وان كلاس وتند عليه. فعندي فانكشن زي دي سند ريكويست، بتاخد اي بي وبتاخد البورت نمبر وبتاخد اليوزر والباسورد والبادي، تحطهم كلهم في وان كلاس نسميه ريكويست، وناخد اوبجكت من الريكويست ده ويبقى هو البارامترز بتاعنا. تاني برضو من النصائح اللي احنا يفضل ما نستخدمش الفلاج ارجيومنت. Flag argument are ugly. Passing a boolean into a function is a truly trivial practice. It means the function does more than one thing. It does one thing if the flag is true and another if the flag is false. We should have split the function into two. هنا بيقول لي ان استخدام الفلاج ارجيومنت هيعمل مشكله. ايه المشكله؟ معناها ان اول حاجه ان الفانكشن بتاعتك ما بتعملش حاجه واحده، اتفقنا الفانكشن لازم do one thing.
لو هي بتاخد argument true او false يعمل يمين او يعمل شمال كده هي بتعمل حاجتين. طب ما خليه، طالما هي تعمل حاجتين بقى خليه كل حاجة، اخلي كل function اقسمه في two function افضل. تعال نشوف مثال. مثال مثلا عندي function بتعمل print address بتاخد boolean long، if long اعمل كذا else اعمل كذا. طب ما انا ممكن اعمل function على طول اقول له print short address او print long address على طول. برضو لو عندي function بتعمل write فبتاخد variable اسمه append. طب ما انا ابند، ابند لو ترو يبقى اعمل ابند الفايل، فولس يبقى اعمل اوفر رايت على الفولس، اوفر رايت على الداتا. طب ما انا اعمل فانكشن لوحدي اسمها رايت داتا وفانكشن تاني اسمها ابند داتا، فالموضوع هيبقى افضل وريدابل اكتر. برضه نصيحه بيقول لي عشان اكتب كلين فانكشن بيقول لي كيب سمول بلوكس اند اف ايلس، بيقول لي ذا بلوكس ويزن اف ايلس ستيتمنت وال ستيتمنت ار اند سو اون شود بي وان لاين لونج بروبابلي ذات لاين شود بي ا فانكشن كول. بيقول لو انت هتستخدم اف ايلس ستيتمنت وايل فور لوب سو اون ما يبقاش حجمها كبير او الاستراكشر بتاعها كبير، جاست تكون هي بقى تتكون من لاين او تو بس، وكمان اللاين انت تكتب ده يبقى فانكشن كول. فانت لو هتعمل ديتيل جوه الاف او الايلس او جوه الوايل لوب تقدر تاخدهم تكتبهم في فانكشن تانية وتنده تعمل كولينج على الفانكشن دي جوه الوايل لوب او جوه الاف ايلس. بيقول لي من فوائد الكلام ده اللي هو بس نوت اونلي داز ذس كيب ذا انكلوزنج فانكشن سمول، مش بيخليها بس سمول، بات ات اولسو ادز دوكيومنتري فاليو بيكوز ذا فانكشن كولد ويزن ذا بلوك كان هاف ا نايسلي ديسكريبتيف نيم. بيقول لك هي مش بتخلي فانكشن كمان صغيره، لا ده كمان بيديها فكره ان انت تبقى ريدابل اكتر دوكيومنتد اكتر، فده بيخليها زي ما قلنا كده بيخليها ريدابل اكتر دوكيومنتد اكتر، اللي بيجي يقراها يبقى فاهم المغزى منها ايه ومش هيبقى محتاج يخش في ديتيلز. برضو بنرجع لفكره الابستراكشن، this also implies that function should not be large enough to hold nested structure. يفضل ما تعملش نستد اف في الكود بتاعك سواء كان نستد اف او سويتش زي ما هنشوف كمان شويه. therefore the intended level of function should not be greater than 1 or 2. this of course makes the function easier to read and understand. sorry بيقول لك برضه the intended level of function اللي هو الخاص بالاف الس ما يزيدش عن 1 او 2، يبقى هي عندك اف الس واحده بالكتير. يفضل ما نستخدمش اف ال، ما نستخدمش نستد اف ولا نستخدم سويتش، ده هيخلي الفانكشن بتاعنا ريدابل واندرستاندابل اكتر. طب انت حتى كمان تقول ما تستخدمش اف الس، طب ما مستحاله فانكشن ما استخدمش نستد اف، طب ما نستد اف هستخدم بدلها سويتش. طب ايه الحل يعني وايه المشكله اصلا ان استخدم اف الس كتير وايه اللي هستخدم سويتش كتير؟ تعالوا الاول بيقول لي ان انت لو عندك اف الس كتير في الكود بتاعك او عندك سويتش يفضل ما تستخدمهوش في الاوبجكت اورينتد. فعندي قاعدة بتقول replace conditional with polymorphism. هنا بيقول لي if you have code that splits a flow or acts differently based on some condition with limited value with construct like if or switch statement then that code naturally violates open closed principles because to add new conditional flow you will have to modify that class. هنا بيقول لك ان انت هتستخدم اول مشكلة في ال if وال else with switch كتير اللي جوه الفانكشن اللي انت هتفيوليت الاوبن كلوزد برنسبل. احنا قلنا فكره ان الفانكشن بتاعتي لازم دو وان ثينج، تاني حاجه لازم كلوزد فور تشينج، لازم ما اعملش فيها تغييرات. فانت لو انت حاطط اف الس فانت لو حبيت تضيف بقى كونديشن جديد فانت او سويتش جديد بتسويتش على تايبس معين، فالتايب ده ضاف تايب جديد فانت هتيجي تضيف كيس لي جديده في الفانكشن بتاعتك، فكده انت بيتغير في الفانكشن بتاعتك وده بيفوليت الاوبن كلوزد برنسبلز. يبقى قاعده لازم الفانكشن بتاعتك ما تعملش فيها تغييرات وتبقى التغييرات محدوده جدا، ويبقى انت مصمم الفانكشن بتاعتك من الاول هي ما حصلش فيها تغييرات. من الحاجات اللي بتخلي يبقى في تغييرات كتير في الفانكشن بتاعتك فكره وجود سويتش او النستد اف في الفانكشن بتاعتك. يبقى في الاوبجكت اورينتد ما تستخدمش نستد اف او سويتش. خلي بالكوا احنا بنتكلم فين؟ في الامبلمنتيشن ليفل، مش بتكلم في اليوزر ليفل. اكيد في المين هستخدم سويتش و و و و و، لكن قصدي في الامبلمنتيشن ليفل يفضل ما نستخدمش نستد اف كتير وسويتش كتير. ليه؟ such a condition check if not designed correctly is likely to be duplicated at multiple places. هنا بيقول لك لو انت مشكله السويتش والنستد اف في الامبلمنتيشن ليفل لو انت مش مظبطها كويس
هتتكرر كتير، زي ما هنشوف في مثال كمان شويه. بس احنا خلي بالكم، احنا كل ده بنتكلم فين؟ في الامبلمنتيشن ليفل. ذا برنسبل سجست تو يوز بوليمورفيزم تو ريبليس ذا كونديشن، بيقول لك عشان نحل مشكله ان الكونديشنز او السويتش بتاعتها تبقى متكرره في الكود كتير، فيفضل نستخدم البوليمورفيزم. يعني ايه بوليمورفيزم؟ يعني نعمل انترفيس ونشوف التايبس بتوعنا اللي كنا بنعمل سويتش، نعمل كل واحد بلس وانده اوبجكت عليه. ده ما هنشوف كمان شويه في المثال. Idea to add new condition flow as new implementation of well-defined abstraction instead of new cases in FLC later or switches statement. In many cases you can not get rid of all the conditionals as somewhere you will have to decide to choose the correct implementation of inheritance hierarchy. But idea to limit such condition probably to a single place instead of spreading it all over the code. It cannot be completely got rid of. The single conditional should be at boundaries of the code integrations. يعني ايه معنى الكلام ده؟ اي نعم، هنا بيقولك مش في كل الحالات اللي انت هتقدر تشيل الكونديشنال والنستد والسويتش، بس خصوصا في الجزء اللي السويتش فيه بتتكرر كتير، هو ده الجزء اللي حاول تشيله وتستبدله بالبوليمورفيزم، اللي احنا نحطه كله في مكان واحد في كلاس واحد لفانكشن واحده، ونعمل امبلمنتيشن للفانكشن دي لحسب كل كلاس، وبالتالي هندى عليها مره واحده بس، وهعمل سويتش مره واحده بس. السويتش مره واحده دي هعملها فين؟ هعملها في المين، في اليوزر ليفل. يبقى انا لما اقسمهم لكلاسز، كل كلاسز بتعمل الفانكشن الخاصه بتاعتها، وارجع هندى عليها بقى كلهم في سويتش واحده في المين، فكده انا كتبت السويتش مره واحده وما كربتهاش كتير. Prefer to have the code flow split as early as possible so that maximum of code should be independent of the conditional. يقول لك وانت بتكتب الكود في الاول، حاول تخلي الكود بتاعك مور يعني ويل ديزايند، تستخدم فيه الانترفيس والبوليمورفيز عشان تافويد قصه ان انت تستخدم سويتش او تقع في مشكله يبقى عندك سويتش كتير ونستد اف كتير. General rule of switch statement is that they can be truncated if they appear only once, are used to create polymorphic objects and are hidden behind an inheritance relationship so that the reset of the system can see them. زي الكلام اللي لسه قايله من شويه، وهيوضح اكتر بالاكزامبل اللي احنا ناخده كمان شويه، اللي هو اللي انت هيبقى عندك سويتش بتتكرر كتير في كود، وانت عملت تعمل سويتش على تايب مختلفه، فانت رحت عملت كلاس وعملت فيها شويه، عملت انترفيس كلاس وعملت فيه شويه فانكشن، وبعدين عملت التايبس اللي كنت بتعمل عليها سويتش اللي كنت بتستخدمها جوه السويتش، عملت كل تايب فيه كلاس لوحده، وبعدين عملت امبلمنتيشن للفانكشن اللي كان بيكرر فيها سويتش جوه كل كلاس، وبعدين بقيت تنده على الكلاس، بتاخد اوبجكت من كلاس دي وتنده عليها. هنا بيقولك انت هتستخدم كده السويتش مره واحده في المين لما تيجي تنده على الاوبجكت اللي انت واخده من الكلاسز دي اللي هي بتعمل امبلمنتيشن للايه، للانترفيس، زي ما هنشوف في المثال، والمثال هيوضح. بس احنا بنتكلم بس كلام نظري دلوقتي. تعال نشوف الاكزامبل. الفايكل كلاس، انا عندي بص هنا كلاس فايكل بياخد تايب، عنده داتا اسمها تايب. التايب دي عباره عن انم انوميريشن، اللي هي التايب اللي عندي اللي هي بايسكل وبايك وكار وباص، وعندي انام تاني اللي هو باركينج سبوت سايز، عندي سمول وميديوم ولارج واكس لارج. عندي اول فانكشن اللي هي بتعمل سبيس ريكوايرد فور باركينج، او عندي كلاس خاص بالفايكل والفانكشن الاولى بتحدد لي كل فايكل هي محتاجه سبيس قد ايه ومساحه قد ايه عشان تعمل باركينج. فهنا بنعمل سويتش تايب، اول حاجه كيس البايسكل، في حاله البايسكل هيريتيرن البوت سايز بتاعها سمول، وحط البايك ميديوم، وحط الكار لارج، وحط الباص اكس لارج. هيبقى عندي فانكشن بقى تاني اسمها جيت ديسمال، دي بتحدد كل فايكل هتدفع تشارج كام، فهضطر اعمل ايه؟ هعمل سويتش تاني على التايبس. طيب افرض حبيت اضيف فانكشن تانيه، مثلا الاوت اورز، كل فايكل محتاجه تقدر تعمل باركينج عدد ساعات قد ايه، فاروح اعمل فانكشن تاني اسمها باركينج الاود اورز، واروح اعمل تاني هعمل سويتش، واعمل تاني هعمل كيسز. طيب عملت فانكشن رابعه عشان هضيف فيتشرز جديده، فاروح اعمل سويتش، ضفت فانكشن خمسه اروح اعمل سويتش، واعمل سويتش على التايبس دي. فانت شفت بقى السويتش بتاعتك او النستد اف بقت بتتكرر ازاي في الكود، فايه الحل للكلام ده؟ طب انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل كلاس انترفيس اسمه فايكل، وجوه تو ميثودز مش معلوم امبلمنتيشن، الميثودز دي والميثود الثانيه، واعمل بقى كلاسز جديده ل
واحد للبايسكل، واحد للبايك، واحد للكار، واحد للباص. فكده انا حليت مشكله الايه، الدبليكيتد كود. كان ايه برضو المشكله هنا؟ المشكله ان احنا قلنا ان الفانك السويتش مشكلتها ايه، والنيستد اف اللي هي فيوليت الاوبن كلوزد برنسبل. قلنا الاوبن كلوزد برنسبلز لان الفانكشن بتاعتي كلوزد فور تشينجز، يعني كلوزد فور تشينجز المفروض اعمل ما اعملش فيها تشينج. طيب افرض في عاوز اضيف تايب جديد، يعني في عاوز نوع من الفايكل جديد نزل وعاوز اضيفه، فهروح هضيف كيس جديده، فانا كده فهضطر امسك بقى في كل كود وفي كل الفانكشن، هنزل اعمل كيس جديده بالتايب الجديد اللي اتضاف. فده كده انت بتفيوليت الكود، بتفيوليت برنسبلز اللي هو خاص بالاون كلوزد برنسبل، وكمان هتضطر ناحيه التعديل، هيبقى التعديل صعب، فكده الكود بتاعك مش منتبل، هيبقى المنتبل بتاعه صعب، فيري هارد. افرض انت بتتكلم هنا مثلا في 100 و150 كلاس، وهتضيف مثلا مش قول تايبس واحد، كل مره هتيجي تضيف تايبس هتضيف كيس، لكن لو كنت عاملها بوليمورفيزم كنت التايب بتعمل ايه؟ هتكاري كلاس جديد بس كده، هتكاري كلاس جديد ويعمل امبلمنتيشن للفانكشن اللي عاوز ايه تعملها. طبعا ده نفس الكلام اللي بقوله ميني كونديشنالز. طبعا اصعب، طبعا اف الس، طبعا انت لو عندك بقى سويتشات كتير او اف الس كتير، هارد فور ريدابيلتي، violate the rule of open closed principle. We must change places when a new vehicle type is to be added. لازم هنضيف كيس جديدة. We must change these charges when a new vehicle type is to be added. Violate the rule of must do one thing. انت برضو switch معناها ان انت بتعمل اكتر من حاجة. يعني كمان يبقى كده مشكلة switch وال nested if اللي هي hard for readability وكمان maintainability. مشكلة تانية اللي هي violate the open closed principles، وكمان بيفيوليت ذا رول اللي الفانكشن بتاعتي لازم تعمل حاجة واحدة، لكن لو if else او switch معناها بتعمل multiple things. السولوشن بتاعنا اللي احنا هنكريت كلاس اسمه vehicle نوع انترفيس، وهعرف فيه تو فانكشن بتوعي اللي هو باركينج، اللي هي الفانكشن الخاصة space required for parking وباركينج charges. حبيت اضيف فانكشن هروح بس ضايف اسم الفانكشن الجديدة هنا. وبعدين هناخد مثال واحد اللي هو لما اجي اعمل بقى كلاس للكار، هيعمل امبلمنت للكلاس اللي اسمه فايكل، وبالتالي هيعمل امبلمنتيشن للتو فانكشن اللي عندي. طب تعال نشوف المثال ده على نيت بينز احسن. هنا ده المثال الخاص بالفايكل اكزامبل اللي اتكلمنا عليه، وهنا هنا في مشكلة اللي احنا يبقى عندنا ريبيتد سويتش في الكود بتاعنا. فمثلا عندي كلاس اسمه فايكل وبي سويتش على مجموعة من التايبس، البايسكل والبايك والكار والباص، وبي عندي تو فانكشن، واحد خاص بيحدد السبيس ريكوايرد فور باركينج المساحة اللي محتاج عشان يجرش فيها، والتشارجز المطلوبة منه. طيب ايه مشكلة السويتش؟ هنلاقي ان هنا السويتش مكررة في التو فانكشن دولت، لان كل مرة بيسويتش على مجموعة من التايبس. وافرض احنا حاولنا نزود مثلا فانكشن تانية اللي هي مثلا الاورز الالاود فور اتش فايكل، فهنضطر نعيد السويتش. زودت فانكشن رابعة فهنكرر السويتش، فده يعتبر ريدندنت في السويتش. واللي مشكلة السويتش والنستد اف ان انا كده في ريدندنت، اول حاجة في الريدابيلتي، تاني حاجة في المينتينابيلتي، تالت حاجة ان كده الفانكشن بتاعتي بتعمل اكتر من حاجة فبيفيوليت الرول اللي هو خاصة بي دو وان ثينج. رابع حاجة طالما حب جالي تايبس جديد حبيت اضيفه، فهعدل في كل السويتشز وفي الكيسز او الاف الس في كل الفانكشن، فكده بعمل تشينج في الفانكشن بتاعتي او الميثودز بتاعتي، فكده انا بفيوليت ايه البرنسبلز الخاص بالاوبن كلوزد برنسبلز. قلنا نحل المشكلة دي ازاي، اللي احنا ني كاريت انترفيس كلاس ونعمل لكل تايب من الفايكلز اللي عندي اعمل له كلاس خاص بيه. فتعالوا نعمل هنا انترفيس نيو انترفيس، اول تعالوا ناخد باسم الفايكل اللي هو ده، نعمل هنا انترفيس جديد نسميه فايكل. نقفل كل ده، فده كده الانترفيس بتاعي ده
تعالوا بقى نحتاج فيه الفاريبل الخاص بالباركينج سبوت، ده هيبقى شيرد في كله. طبعا زي ما احنا فاكرين ان كل الفاريبلز اللي موجودة جوه الانترفيسز هي public و constant و static. كمان حاجة اللي احنا من عندنا انترفيس، لان احنا الجافا مش allowed للمالتيبل inheritance. انا في الجافا اقدر انهيرت من فروم وان كلاس، لكن ما اقدرش انهيرت من كذا كلاس في نفس الوقت. لكن فالانترفيس بيقلاود اللي انا اقدر اعمل امبلمنتيشن للكلاس من كذا انترفيس. وطبعا هو باي ديفولت الانترفيس از ابستراكت. وهناخد التو فانكشن دولت اللي محتاج اعمل لهم امبلمنتيشن. الفانكشن التانية اللي هي بيج ديسمال باركينج تشارجز، نبدأ نعمل بقى كلاس لكل ايتمز عندنا. فنيجي نعمل هنا نيو جافا كلاس الخاص بالكار اسم كابيتال كلاس خاص بالبايك و كلاس خاص بالباص و كلاس خاص بالبايسكل. بعدين بقى implementes لمين؟ للفايكل. هنا implement كل الميثودز. فهنا بقى اعمل implementation للميثود. طبعا مش محتاج اعمل throw exception ده كله وامسحه، نجست بس محتاج اقول له هنا ارجع للكلاس اعمل السويتش، ودي بتاعت اقول له ريتيرن مين الخاصة بالكار، اقول له ريتيرن ايه احنا هنا في البايسكل، سوري يبقى في البايسكل فين البايسكل أو الإمبلمنتيشن للميثودز دي. ونفس القصة للباركينج تشارج هعمل لها إمبلمنتيشن للبايسكل. نفس القصة هنعملها لي الباص، هنقوله هنا implemented لمين الفايكل، نعمل implement لكل الميثودز.
كده فاضل بس الكار لا امبلمنتس دي ممكن نفس القصة. ويبقى كده انا حليت مشكلة ان يبقى عندي conditions كتير بدل ما يبقى عندي اول ما اضيف types كتير هيبقى اضيف class واعمل implement المين للfunctions بتاعتي. حبيت اضيف function جديدة اضيفها للانترفيس بتاعي وهو ده، اضيف الفانكشن الجديدة دلوقتي. تعالوا نشوف بقى هنستخدمها كيوزر ليفل ازاي. فاحنا طبعا هنا هنستخدم بقى هنضطر نستخدم السويتش، بس هنستخدمها مرة واحدة مش هنستخدمها مكررة زي ما استخدمناها في الامبلمنتيشن. في الامبلمنتيشن ليفل فاني انم للتايبس اللي عندي، اعرف variable type type equal واعمل له initialization، لازم نعمل له initialization سوري دوت مثلا اي حاجة كور. بعدين نعمل بقى سويتش نعرف بقى فور variable بتوعنا كار مثلا سميها dmw equal new car، نضيف مثلا باص نقول school باص new باص a bike مثلا sport bike new bike. هنا في error sorry bicycle مثلا بيبي مثلا بايسكل بايسكل. نيجي بقى نعمل سويتش، يبقى سويتش واحدة على تايب مثلا كيس كار بريك كيس الباص تبريك كيس البايك سوري كيس ايس كريم هنا من تسهل هروح قايل بي ام دبليو دوت وندع على الفانكشن على طول بي ام دبليو نفس القصة نقول دوت تشارج أو required. نفس القصة زي ما شايفين استخدمنا سويتش واحدة بس في اليوزر ليفل، وده اللي كان لون على بوب مارتن ان انت على الاقل هتستخدم سويتش اونلي وان سويتش، لكن في الامبلمنتيشن ليفل بتاعنا ما استخدمناش اي سويتشز
طيب جات لي فانكشن جديدة، هزود الفانكشن بتاعتي على الكلاس اللي اسمه فايكل، هزود الفانكشن بتاعتي. جالي طيب جديد موتور سايكل مثلا، موتوسيكل، عايز اضيف موتوسيكل، فاروح اعمل كلاس جديد اسمه موتوسيكل واضيف التايب بتاعه. وبكده يبقى خلصنا هذا المثال. وبعد ما شفنا المثال على النيد بينز، ده يبقى محاضرة النهاردة انتهت. ودي ريفرنس ريت تبصوا فيها اللي واخد منها الاكزامبلز، وفيها اكزامبلز اكتر. وبالتوفيق وأراكم في المحاضرة القادمة.